بسم الله الرحمن الرحيم. لغة فرنسية السنة الثالثة ابتدائي نستأنف مع الصفحة 129 129 en haut de la page في أعلى الصفحة عندنا l'aventure d'un arbre. طبعا الجزء 6 l'aventure d'un arbre. إذا نتكلم عن مغامرة شجرة. جولي أنا أقرأ. Le cèdre fatigué se met à pleurer. إذا نتكلم هنا عن se mettre à. Se mettre à بدأ في لوصادر فاتيغي يعني الشجرة شجرة الأرض ملا فاتيغي شنو فاتيغي؟ سعيدة فاتيغي متعبة متعبة يعني بقات تجري أنها تتشم تلوث لقات تلوث في الطريق ديالها إلى غير ذلك إذن أصبحت متعبة لوصادر فاتيغي لوصادر فاتيغي سمي أبلوغي يعني أن شجر الأرز متعبة سمي أبلوغي بدأت في البكاء بدأت في البكاء طبعا لو فيغ بلوغي المقصود به بكى سمي أبلوغي بدأت في البكاء أن بيجون لويدي أن بيجون لويدي نتكلم عن طائر حمامة أن بيجون لويدي يقول لها روفيان نوز افون توس بزوا دو توا روفيان ارجعي شنو الفعل هذا Reviens. C'est le verbe. Revenir. Reviens, c'est le verbe. Revenir. C'est le verbe revenir. C'est le verbe revenir. طبعا الطائر يقول لها reviens. عودي. إذا طبعا هذا revenir فاش مصرفنا؟ reviens. صرف في تقول reviens. تقول ارجع. ارجعي. أمر. أمر. إذا شنو سميتو؟ أمر. L'impératif. L'impératif. Reviens, nous avons tous besoin de toi. Reviens, nous avons tous besoin de toi. Oudi, ou oud. Anna kadi tkellem ma wahed mokhatab. Mouannet ou mudakkar. Taqoula reviens. Nous avons tous. Kulluna indana. Mada, besoin, indana haja. De toi. Laki. Maqsoud laka. Ou laki kama indana ouna. Reviens. Nous avons tous besoin de toi. Reviens. Nous avons tous besoin de toi. Oudi. نحن كلنا عندنا حاجة لك. ثم et on va te protéger. Et on va te protéger. Crie Ibrahim. ونحن سنحميك. طبعا عندنا هنا on va protéger toi. نحن سنحمي أنت أو أنت. إذا المقصود أننا سنحميك. On va te protéger. نحن سنحميك. Crie Ibrahim. يصرخ إبراهيم يصرخ إبراهيم إذا إبراهيم يصرخ On va te protéger نحن سنحميك Le cèdre revient sur le rivage du lac Le cèdre revient sur le rivage du lac شجرة الأرز تعود مرة أخرى نتكلم عن لو فيرب revenir مرة أخرى نتكلم عن لو فيرب revenir ولكن هذه المرة في البريزون ماشي في الأمر Le cèdre revient. يعني أن شجرة الأرز تعود. Sur le rivage du lac. على الشاطئ كما نقول البحيرة. على الشاطئ البحيرة. المقصود على ضفة البحيرة. إذا نتكلم عن لو غيفاج. إذا نتكلم هنا عن لو غيفاج. لو غيفاج. ياك عود. لو غيفاج. لو غيفاج. لو غيفاج. لو غيفاج يعني الشاطئ. Au milieu des fleurs. ها؟ بجانب الورود. في وسط الورود. Au milieu. في وسط او ميليو دي فلور في وسط الزهور اذا كما قلنا لو سيد روفيان سور لو ريفاج دي لاك او ميليو دي فلور il voit son reflet dans l'eau il voit son reflet dans l'eau regarde le cèdre qui voit son reflet sur l'eau voilà le reflet de l'arbre dans l'eau شنو هو الرفلي Le reflet, هو الانعكاس هو الانعكاس ومن الظاهر réfléchir تشوف شي حاجه تفكر كانك تعكسها بمعنى اخر ومن لا réflexion ومنها لا réflexion فهمتي لا réflexion كما نقول الانعكاس il voit son reflet يعني هو يرى انعكاسه المقصود ان هذه الشجره لا والصدر كلمتين مذكرتين في اللغه الفرنسيه لذلك نقول هنا il voit Il voit. يعني هو يرى. المقصود أن الشجرة ترى.
المقصود أن الشجرة ترى. صغفلي هو يرى انعكاسه، المقصود يرى صورته. دون لو في الماء. سوري أتو سيزامي، سوري أتو سيزامي، شو المقصود هنا؟ ها يبتسم لكل أصدقائه. ملي رجع للبلاصة ديالو عجباته وعرفت الشجرة بأن ديك المغامرة اللي قامت بها جلبت للكاتب من التعب والحزن. إذا ملي رجعت بدأت تبتسم لأصدقائها. سوري أتو سيزامي، يبتسم لكل أصدقائه، المقصود أن الشجرة تبتسم لكل أصدقائها. إلوغ دي ميرسي، إلوغ دي وتقول لهم ميرسي شكرا. إي سوري أتو سيزامي، ثم تبتسم لكل أصدقائها. إلوغ دي ميرسي وتقول لهم شكرا. إذا طبعا قامت بمغامرة ثم عادت إلى مكانها، ثم فرحت بمكانها وعرفت بأن المكان الذي وجدت به هو أحسن لها بكثير من كل أمكنة. إذا كما قلنا لو سيدر فاتيغي سومي أبلوري أن بيجون لويدي غوفيان نو زافون توس بزوان دو توا، غوفيان نو زافون توس بزوان دو توا إي أون فا تو بروتيجي كخي إبراهيم. لو سيدر غوفيان سور لو ريفاج دو لاك، لو سيدر غوفيان سور لو ريفاج دو لاك أو ميليو دي فلور. Il voit son reflet dans l'eau, sourit à tous ses amis et leur dit merci. Collection Nature, mon ami. Comme on a dit, من la collection, l'isme de la Nature, mon ami. مقتطف منا هذا الكلام اللي رأينا. ثم عندنا je retiens, أنا أستنبط. Voilà le pigeon. Un pigeon. إذن هذا الطائر الذي تحدث مع الشجرة. شنو قال لها؟ Un pigeon lui dit, reviens, nous avons tous besoin de toi. Il donne un pigeon. Voilà, c'est un pigeon. Tout le monde a le kitaba. Il y a des ouïes. Un pigeon. Tout le monde a rouge. Rouge. Ahmar. Le rouge. Il donne un aïdan rouge. Elle pleure. Elle pleure. Hazin. Il y a tabki. Voilà les larmes. Regardez les larmes. إذن هذه الدموع elle pleure. إذن نتكلم عن les larmes. Les larmes كتشبه peur خال. شوفنا وهذه الكلمات تنطقو بحال بحال. عندنا هنا عندنا les larmes شنو هي؟ دموع. وعندنا كلمة larmes تتعني السلاح. فهمتي؟ إذن هنا تنتكلمو على les larmes وهنا تنتكلمو على les armes. L-E-S هتقولي عندنا بهذا الشكل les armes المقصود بها دموع. لا أسلحة. أسلحة مقصود بها الأسلحة. les armes الدموع، les armes الأسلحة. أسلحة تكون فيها لك أقل حيت arm هي السلاح. arm هي السلاح. l-arm هذيك ال أصلية. عندما نتكلم عن l-arm هاد ال راه أصلية حقيقي داخلة في الكلمة. أما هاد أغم هذه الكلمة، الكلمة حدنا تنزيدوا لهاد لي طبعا غنديروا لها ليزون غتولي عندنا لي زاغم يعني الأسلحة. ثم عندنا إن فلوغ، إن فلوغ وردة، وردة. ثم عندنا بلو أزرق. ثم عندنا بلو، بلو أزرق، أزرق. عندنا هنا كومبيتونس قدرات، كومبيتونس قدرات. À la fin de cette semaine, tu seras capable. يعني في نهاية هذا الأسبوع أنت ستكون قادر. Tu seras. أنت ستكون capable. قادر. De porter un jugement. لتحمل حكما. يعني أنك تقدر تحكم على واحد الحاجة. هنولا. De porter un jugement. لتحمل حكما كما نقول. المقصود أنك تحكم على الشيء. تميز بيناته بمعنى آخر. ثم عندنا دو لير ليسون جو بلو كلو بلو افلو. ثم ستكون قادر على قراءة الأصوات. دو لير ليسون جو بلو كلو بلو افلو. إذا هاد الأصوات لي مو إي لي فخاز لي كونتونو، الكلمات والجمل المتضمنة إياها. طبعا نتكلم عن لي مو كلمات إي لي فخاز والجمل لي كونتونو. المقصود هنا كونتونو les sons je bleu 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 et fleu.
إذن هنا المتضمنة لها، المتضمنة لها، المتضمنة لهذه الأصوات. ثم à la fin de cette semaine tu seras capable d'écrire. إذن في نهاية الأسبوع ستكون قادر على كتابة ماذا؟ d'écrire correctement les sons étudiés. إذن ستكون قادر على الكتابة بشكل صحيح les sons étudiés. الأصوات المدروسة. طبعا عندما تدرس هذه الأصوات. ثم d'agir pour protéger l'environnement. d'agir pour protéger l'environnement. ثم ستكون قادر على التحرك. ثم ستكون قادر على التحرك أو المبادرة. إذا نتكلم عن الverb agir. agir المقصود بأنك تبادر. الverb agir المقصود بأنك تبادر، أنك تتحرك وتفعل شيء، تقول شيء. pour protéger l'environnement، من أجل الحفاظ على البيئة. إذا نكتفي بهذا القدر، حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله.